مرحبا. مثل ما بتعرفوا أنا قصيت شعري مش من زمان كتير، وصرت أواجه شوية صعوبات وأنا أعمل تسريحات للشعر القصير، بالذات إنه الشعر القصير بغلب. بس اليوم حبيت أشارك معاكم مجموعة من هاي التسريحات اللي أنا بعملها بحياتي اليومية، إن شاء الله تعجبكم. بجيب المشط أول إشي، وباخد طبعاً بكون فارقة شعري من النص، باخد زي خصلة صغيرة وبنلفها، وبعدين منثبتها في دبوس صغير، بتصير بهذا الشكل. هيك تحسوها مرتبة وكلاسيكية كمان هاي التسريحة. نرجع بنعمل الخصلة الثانية، بنلف 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 بنلف، وبنفس الطريقة بنثبتها على طرف الشعر. هجيب بس المراية إني أتأكد. تمام، أنا عاجبني، إن شاء الله كمان أنتو يكون عاجبكم. خليني أفرجكم إياه. وهلأ خليني أعمل التسريحة اللي بعدها. هالمرة رح أفرق شعري من الجنب، وبعدين ناخد كمان خصلة من الجنب، وهاي الخصلة بنجدلها. تأكدوا أنكم تفصلوها عن باقي شعركم أحسن ما يعقد في بعضه. وبنمسك الجدولة وبنثبتها على الجهة الثانية. تمام، إن شاء الله تكون عجبتكم هاي. أنا بصراحة عجبتني وحبيتها وبحسها عملية كتير للحياة اليومية. وهلأ رح أعمل كمان واحدة، رح أخذ كمان شوية أكتر للفرق الجنابي، وبعدين بمسك خصلة كتير كبيرة من هاي الجهة وبرضه رح نجدل. ومثل ما بتعرفوا الجدادين يعني موضتها ما بتروح ولا بتخلص، وبالذات بهاي الفترة هي من يعني أحدث صيحات الموضة وبيستخدموها كتير كتير في كل التسريحات. إذا حبيتوا تربطوها عشان تثبت الجدلة وما تفلت بصير، وبعدين ناخدها كلياتها وبنلفها على جنب، يعني زي كأنه منضب جهة واحدة، وبنثبتها كمان من وراء بدبوس. نشوف. إذا هاي هي التسريحات اللي حبيت أشارككم اليوم فيها وأنا بعملها بحياتي اليومية، وأكيد كل ما يخطر على بالي كمان أفكار رح أشارككم فيها. باي باي.